وفقاً للتوقعات الرسمية، ستكون هذه السواحل على موعد مع عواصف وأمواج عاتية عندما يصل الإعصار الهند وباكستان. السكان يستعدون لإعصار بيبار جوي، وهي كلمة بنجابية وتعني الكارثة. وتخشى السلطات من أن يتسبب الإعصار بأمطار غزيرة وفيضانات عارمة بالتزامن مع وصوله اليابسة. ويهدد الإعصار بقوة هذه المناطق في باكستان التي تعرضت في العام الماضي إلى فيضانات قاتلة، فقد تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان ونقل بعضهم إلى مراكز إغاثة، والآن يشعرون بالأمان لكنهم قلقون على ما قد يحل بمنازلهم التي تركوها خلفهم. قلقنا يكمن في أنه كيف سنطعم أطفالنا عندما يمر الإعصار، فعندما تتدمر قواربنا وأكواخنا سنصبح بدون مقومات للحياة. السلطات أعلنت عن استعدادها لمواجهة حالة الطوارئ. وفقا لتقارير تلقيناها، فقد تم بالفعل إنشاء حوالي 75 مجمعا للإغاثة هناك، وقد أقام الجيش الباكستاني مع حرس الغابات وإدارة المنطقة معسكرات إغاثة تحت إشراف حكومة إقليم السند وبدعم حكومي فيدرالي. في غرب الهند تتواصل أيضا عمليات إجلاء السكان. هناك أمطار غزيرة الآن، لقد قمنا بإجلاء السكان من المناطق الساحلية والمنخفضة ونقلناهم إلى مناجئ آمنة. وتتوقع السلطات أن يتأثر أكثر من مليون شخص في ولاية غوجرات جراء الإعصار. ويرجع مسؤولون في دول جنوب آسيا السبب في ذلك إلى تغير المناخ، مما يجعل مجتمعاتهم عرضة لظواهر الطقس المتكررة والشديدة.